يا استاذ سليم بالمختصر هي اجتنا تعليمات جديده وصارمه من فوق من القياده، وبما انك فرخ محامي ومهم وبتفهم فانا محتاجك هيك انه تشرح لي بعض التفاصيل، بجوز اخذينا انتم بكتب القانون تبعكم. سيد ابو نادر، اولا انا ما فرخ محامي، انا ديك، ثانيا انا جاهز لخدمه الحكومه، ثالثا خف لي اجرك شوي. اطول بالك بقى يا العمى، يعني اذا احتجناك بطيب الزمان مره بتركبنا؟ نحن بدنا منك كلمتين ورد خطا هون، بعدين لا ولد ولا تلاد، على شو مستعجل؟ ابو نادر، يعني المختار عدم مؤاخذه مديريه الناحيه. لك ابني يعني في شغل بينك وبين المختار عند مدير الناحيه؟ ابو نادر، الشغل ما بين سلينجو والمختار حبيبي. سلينجو بده يقضي شغلته لبين ما يرجع المختار. ولك ابني ليش ما بتقدر تقضي شغلتك الا اذا كان المختار عند مدير الناحيه؟ عاشتك بقى. ولك ابو نادر، شو كيمياء هي؟ بدي شربك اياها بالمعلقه. المختار بيعطله لسلينجو، بيضرب بالحجار، بيصيبه. لك هاي هاي فهمت علي. العمو والله ما دارت لي وحشات الرب. ما احلاها هلا ما تدر لك يعني، الحيطان فهمت وانت ما فهمت. حسام ولا 100 مرة فهمك، ما بتقعد على الطاولة وقت تكون قاعد وراها انا. حاضر سيدي. استوعب هيك، استوعب بالمكان بس. حاضر هلا احكي. خلصونا بقى ولا من الاخرة يا فاخرة شو بدنا؟ بالمختصر يا سليم، طلع قرار من فوق انه ممنوع ال وين هاي ممنوع التملك، وكل واحد لازم يعبر عن رأيه بحرية. ممتاز. ولا زمن الأقطاع، هاي شو فيها مشكلة؟ لك المشكلة ما منا نعرف شو معنات كلمة هاي اللي قالها، أحسن ما نتهم حدين باللي قالوا يقوم يطلع هداك ما من اللي قالوا. التملك يعني تمسيح جوخ، بقاموس البحر بتفوت على باب التاء فصل المي. ايوه هلا طلع تملك يعني تمسيح جوخ. ليش انت شو مفكر؟ لك انا كنت مفكر شي حزب سياسي ممنوع العب باغشبني. طيب وشو معنات كلمة يتملك؟ يمسح جوخ. ايوه معناته متملك مسيح جوخ. اخذت العين عليك يا ابو نادر، شو واسع المعرفة وبتفهم. وهي بتفهم، حط لي اياها بين 3211 قوس. فين يروح؟ روح الي على الله معك، يلا روضي شغلتك قبل ما يرجع المختار بيسك. عجيك. لك انتو بيعرفونا نحن متطوعين بالسلك على السرتفيكا. لك طيب يحطوا لنا كلمات نفهمها او يحطوا شرح تحت المفردة. هلا لو ابو نادر انت بعت ورا سلينجو وخسرت الدولة بنزين، مشان كلمة تملك. ولا غشين لكلا كان، مشان ما نتهم حدا ظلام، لازم نعرف شو معناتها. اكيد تسألني، انا كنت قلت لك شو معناتها. ليك ما غشم وليك، ليش انت حبرطان؟ ما متطوع بالسلك بالسرتفيكا؟ اي بس انا سرتفيكيتي نظامي، اما انت سرتفيكيتك حرة يعني عدم المؤاخذة تنفيعة. سدني عقلها بضربك. ها قال تنفيعة بحظي ضليت بجوز اكثر من 3 ايام وانا حضر لها لاخذتها للسرتفيكا. يا امة الله 3 ايام. هاي 3 ايام. هلا عرفت ليش ما جمعت بالسرتفيكيت انا؟ لانك حمار.